Pericoloso l'egiziano, sbaglia Grillo, sua mamma rimedia Ballotta. 87esimo, ancora lui e mamma sulla sinistra, si libera di pedone e serve in maniera perfetta Poggi. Poggi realizza il gol del vantaggio bianco-nero, è la rete decisiva dell'incontro, 2-1, la Reggiana non ha più il tempo di recuperare. Peccato per la Reggiana che era riuscita più volte a mettere in difficoltà l'Udinese. L'uomo chiave, l'egiziano e mamma. لاعب في تاريخ الكرة المصرية والعربية يحترف في دوري الكاليتشيو الإيطالي. ومما لا يعرفه البعض أن حازم بعد التوقيع على الانتقال إلى أودينيزي تلقى عرضا من نادي مانشستر يونايتد يطلب فيه انضمام حازم إلى صفوف النادي العريق. ورغم البداية الهائلة له في صفوف النادي الإيطالي التي جعلت الصحف الإيطالية تتحدث عن هذا اللاعب الموهوب باجيونيل، إلا أنه بعد فترة صار صديق لدكة البدلاء بسبب خلافات مع المدرب، ففضل حازم الرحيل وانتقل إلى نادي غرافجاب الهولندي على سبيل الإعارة وعاد.